عليا الطلاق هو ده الجواز. الاتصالين ده سيب التليفون بيرن ليه؟ ما تقفليه. استنى بس يا جوجو، مش يمكن شغل؟ لا شغل ايه، مفيش شغل، انت خلاص بقيت في عصمة راجل وانت ناقصك حاجة. يودا حمدي، ما ترديش عليه. لا هرد. استنى بس، انا عايز اعرف هيقول ايه لما يعرف ان احنا لسه ممشيناش من هنا. مش بقولك ايه، احنا مش قاعدين هنا شافه. لا ديك هنا في البيت جمهوري بالظبط، ما ترديش. الو اي حمدي، انت فين يا اخوي؟ اخوك ايه؟ اخوك في حوسه سودا من صباحيه ربنا، وجوزك بكلمهم بدري مش عايز يرد عليا. ويرد عليك بس ازاي يا حمدي وانت ضارب يا اخويا على النقطه وعايزه يسيب هنا ويمشي؟ مش وقته الكلام ده يا شيماء، انا الحكومه مسكانه وعايز يجي يطلعني من الرميه السودا دي. يا مصيبتي، حكومه ايه يا عم؟ اخلص بقى، اخلص بقى، في ايه؟ حاضر يا باشا، ودينا في داهيه. يلا يا شيماء والنبي، عشان ياخدوا مني التليفون ومش عارف اكلمكم تاني. انا في اسم الدقي. انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ انت عايز تحبسني يا باشا؟ والله يا دختي. يا عم اخلص، خليه يتصرف يا شيماء والنبي. لحسن انا بيقولوا لي متوصى عليا جامد هنا. طيب يا اخوي، يعني انت مش عارف هما ماسكينك ليه؟ هتلاقيه ضرب على فلوس اوردر زي ما ضرب على فلوس النقطه، هو متعود ياكل حرام. اسكت اهو يا اخويا جمال معاك، عشان خاطر يا جوجو، عشان خاطر مشمش وحياه مشمش. جوجو خاطري. اه باب البرك، نقلت ايه؟ والله ما عارف ابو نسب، انا من ساعه ما جيت هنا وانا مرمي في الحجز ومحدش بيقول لي حاجه. والنبي الحقني، ما تسيبنيش كده. طب خلاص اقفل، انا هتصرف. خلاص بقى مش عايز راجع، هتصرف، قلت لك هتصرف. ماشي، سلام. خلاص يا عم، الحمد لله كنت هتحبسنا. تشكر تشكر. تشكر ايه بس؟ هتعمل ايه؟ خاطر بس. هتعمل ايه؟ رد عليا. اني هكلم محمد بيه بتاع اسم العمرانيه. بيقول لك انه في الدق. ما انا عامل مشكله مع ظابط النبطش اللي في اسم الدق، يعني لو كلمته دلوقتي هعلقه اخوك من رقبته، انما محمد بيه زميله هيكلمه يعمل له خطر، يركنوه لحد الصبح اما اروح اخرجه. الصبح؟ لو انت هتسيبه يبات هناك للصبح يا جمال؟ مش هاتي لي ذكر في الجمهوريه اعرف اخرج اخوك دلوقتي قبل ما يتعرض على النيابه الصبح. ده القانون يا مشمش. زي ما انا قلت، الواد اخوكي ده نيوتو سودا. محمد بيقفل تليفونه، شكله نايم. امك كدعي على الواد ده صح؟ جمال، بس كدعيالك انت وانت مش اوعى بقى كدك القرف، وبالذات في الليل. اوعى والله العظيم الليله مفترجه. انا مش عارف ايه وجع الدماغ بتاع اخوك، احنا ناقصين والله فصلنا. ما تيجي نكمل بقى. مش رقص. طب كل ازاي؟